تصرف غير متوقع قام به الشيف السوري المشهور سبب ردود أفعال واسعة وانتقادات لما قام به خلال الفيديو الذي قام بنشره، حيث أكد البعض أن ما قام به يمثل تجاوزاً بحق الثوابت الأردنية الراسخة والمعروفة. فما القصة؟ متلازمة شهيرة عرف بها الشيف السوري المشهور الذي انتشرت شهرته وذاع صيته على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية بسبب المحتوى الذي يقدمه والذي على ما يبدو استوحاها من الطهاة الأتراك الذين يقومون بالترويج لمطاعمهم من خلال مثل تلك الفيديوهات. لكن ما قدمه الشيف السوري شامي لم يلقى استحسان الكثير من الأردنيين هذه المرة، حيث وصفوا ما قام به بتجاوز للثوابت المعروفة عن الطعام الأردني المشهور، وهي للأسف ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بهذا الخطأ أو التجاوز في إعداد الطعام الأردني الشعبي المشهور. هذه المرة لم يقم شامي بإعداد طريقة طهي المنسف الذي قرر أن يضيف إليه الكركم على الأرز، ما حول لون الأرز إلى اللون الأصفر وجعله أشبه بالكبسة السعودية، ولكن هذه المرة وقع بحسب متابعيه في خطأ كبير أثناء إعداد المكمورة الأردنية المعروفة التي تتكون عادة من الدجاج الذي يتم طهيه ثم تجزئته، ولكن بدلاً من أن يقوم الشيف شامي بوضع الماء مع الدجاج أثناء طهيه في البداية قال إنه لا يفضل أن تكون مسلوقة وإنما يفضل أن يجعلها مع زيت الزيتون حتى يتيح للدجاج بأن تنتقل إليه نكهات الزيت والبهارات المضافة إليها. لكنه استدرك وقال إن البعض يفضل سلق الدجاج وآخرون يفضلون طهيه بنفس طريقته التي يستخدمها، لكنه يفضل عدم إضافة الماء فقط الزيت معه. ونشر الشيف شامي تلك الوصفة تحت عنوان آخر أثار الجدل، حيث كتب على الفيديو: ليش ما حدا خبرني عن المكمورة الأردنية؟ وهو الأمر الذي أثار أيضا استغراب البعض عن كيفية عدم معرفة شيف سوري مشهور عن المكمورة الأردنية، رغم أنها منتشرة أيضاً ومعروفة في بعض المناطق السورية. وهو السؤال الذي أوحى بأن الشيف شامي لا يعلم الكثير عن المطبخ الأردني، وهو ما يفسر بحسب البعض قيامه بإعداد تلك الأكلات بطريقة مختلفة عن الطريقة المعتادة التي يتم بها إعداد تلك الوصفات المميزة، في حين قال آخرون إن ما يدخله الشيف شامي من لمسات على تلك الأكلات ينطلق من مساحة الإبداع وحس الابتكار الذي يسمح به لكل طاهٍ بل ولكل سيدة في منزلها، من باب التنويع والابتكار الذي يجب القيام به من فترة لأخرى لمنع الوصول لمرحلة الملل من تلك الأكلات. وأنت ما رأيك فيما أدخله الشيف شامي من تعديلات على الأكلات الأردنية، ابتكار أم تشويه؟